الموقف ده احسن يحصل حاجة، مش صح والله ما صح. فالكلام حضراتكم شفتوه، هنصح ريتشارد والمنوط بيه، مش هقول عشان ما حدش يرفع علينا قضية. هخاطب هنا اللجنة الأولمبية للدكتور هشام حطب، بالمناسبة المهندس أنا آسف هشام حطب، هكلمه في المادة. يا فندم أنت ليك صلاحيات في المادة 4، بيتقال من الإعلام ومن كل الناس اللي بتطلع اللي المسؤولية اتشالت، اللي بعد كده اللي هيتحمل المسؤولية مجالس الإدارات وحضرتك، ما بقاش وزير خلاص. فنصيحة من ابنك، داخلين الشهرين اللي جايين وافتكروا كلامي، هتلاقي الوحيد اللي عبد الله اللي قال الكلام ده، الشهرين اللي جايين هيبقى فيه كوارث، اللي هتلاقيه يسقط قواضي، واللي هتلاقيه مش عارف فين قضيه، مين اللي مين اللي هيشيل الليله؟ رئيس اللجنه الاولمبيه. عارفين ليه؟ الماده 4 يا فندم بتديك الحقوق كلها، وذاكروا القوانين كويس. الماده 4 بتديك الحقوق، لكن 20 21 بتسلب منك الحقوق. ببقى عباره عن قاعد على كرسي ولا باليد حيلة. ما عارفين الا فكرة، ما بحبش اتكلم في السياسة عشان محدش يزعل مني. عارفين فكرة اللي انت مش سيد قرارك؟ شمال حاضر يا فندم، يمين امين، حاضر يا ست الوزير، حاضر يا مش شغال، حاضر وبس يا عيني. مسلوب الارادة، مسلوب الارادة، ادي دي واحد. رقم 2 ما تعديش الاهلي، لان الناس بتستند بالاهلي، الاهلي عنده حق، وحضرتك عارف اللي عنده حق ده، الراجل عضو الجمعيه العموميه او عضو اللجنه الاولمبيه الاستاذ رياض جاسر او جاسر رياض بيتكلم، ده منك، وشهد شاهد من اهله، شهد شاهد من اهله، هعرضه بعد شوي. لكن انا بتكلم في ايه؟ بتكلم الاهلي جاب فقهاء قانونيين، جاب خبراء لوائح، مفيش واحد من 17 او 18 واحد عارفين. الاهلي كان مستحد ومستني واحد يعترض يقول موقفنا غلط، تخيل كلهم اتفقوا ان موقف الاهلي صح ولا واحد اعترض. فالاهلي هو ده بقى صالح سليم هنا، واستدعي روح صالح سليم، اثبت على موقفي اقاتل عليه، يبقى هنا ماشيين على خطى صالح سليم، مش هستدعي مواقف تانية ملهاش. يا جماعه احنا في عقل، انا ما بطالبش حد من جماهير الاهلي واعضاء جمعيته العموميه، انا اقول لك اللي اقوله لك، ما تصدقنيش على طول. يا جماعه قمنا بثورتين مش عشان امين وحاضر ونعم ولا تعترض للاعتراض، بقول قمنا بثورتين عشان اقول لك وبلور الكلام جوه دماغك، اضربه في الخلاط واطلع بمنتج، فشوف كلامنا صح ولا غلط. هنكذب ليه؟ مصلحتنا ايه؟ هنستفيد من مين؟ فمن هنا شفتوا الكلام، بعد ما كان مسانده ودعم وهجوم، او مسانده ودعم بقى هجوم، عشان ناس قالت هنقعد، هيروح يقعد مع رئيس النادي الاهلي، عايزين هزه ورجه ومش عارف. فانا الحمد لله احنا شاربين بريل على راي الاعلام، في ناس محتاجه تشرب بريل كتير قوي، ومش هاخد اكتر من كده. لكن اللي أنا عايز أقوله كمان نقطة مهمة جدا لحضرتك.